المحبة والاتحاد من الغلا نلبي لها نلبي لها من حبها إماراتي نرزف لها نرزف لها نرزف نرزف لها نتشرف في وجودكم وجودنا بهالدولة العظيمة الحمد لله يعني دولة القانون والعلم والانفتاح بجميع المجالات. طبعا أنا مجالي من الصغر في التصاميم والديكور والأصباغ والديكورات الداخلية بشكل عام. وجيت على البلد يعني تقريبا أنا من 2003 وصلت لهون على الإمارات وفي مدينة كلباء تحديدا يعني. ما رحت لأي إمارة ثانية. فطبعا بدأت فيها يعني طريقي كان شوي في البداية الطريق صعب في البداية على طول بشكل عام أي مشروع بدك تدخل له هذا أمر طبيعي أنه يكون فيه بعض الصعوبات بعض المتاهات بعض العثرات يعني بشكل يعني مبسط مش كثير يعني. فبدينا الحمد لله يعني مشوارنا شوي شوي سنة سنتين ثلاثة بدأنا نتطور. عملنا أول شيء عملنا مكتب مصغر كان رجعنا بدأنا نتطور كبرنا المكتب زيدنا المكتب عملنا تطورات ديكورات جديدة. طبعا بعد كم من سنة رجعنا عملنا توسعة أكثر لجأنا لمشروع التصاميم الداخلية عملنا مصنع للتصميم والتصنيع والتنفيذ. صار احنا يعني ما نحتاج ان نروح نشتري موادنا اللي نشتغل فيها من اي مكان اخر هي كله من تصنيعنا واعمالنا وشغلنا يعني. فكان عملنا محصور ضمن نطاق يعني محدد ضمن نطاقنا يعني اعمالتنا الحمد لله يعني استطعنا نجيب عمالة وايدي ماهرة حرفية جدا الحمد لله. كانت عمالة في عندنا يعني كل تقريبا يعني شملنا كل الجنسيات الآسيوية الأفريقية السورية والمصرية يعني عندنا أعمال الحمد لله حرفية. الانطلاقة كانت الحمد لله يعني صعبة شوي بس بعدين الحمد لله انطلقنا وانفتحنا والحمد لله هلا يعني صار لنا يعني مكتب الحمد لله يعني على شارع عام معروف واسم. وكان يعني الأهم شيء احنا التعامل مع الناس والصدق هون عندنا الحمد لله يعني اللي اتبين وأثبت فيها البلد اللي هون اللي بيمشي صح على الطريق مستقيم بيمشي اللي بده يلف ويدور هذا ما له مستقبل. فالحمد لله يعني تمينا ماشيين على طريق مستقيم ومعامله جيده مع الناس وصدق وادب واحترام بشكل عام لانه احترم الناس تحترم ما احترمت ما حد يحترمك ولا حد يعني يطلع عليك. والصدق اهم شيء فالصدق في المعامله والالتزام وال يعني هاي اهم شيء في عملنا يعني. والله هاي اهم نقطه وهي افضل نقطه وهي هاي السبب الرئيسي اللي اصلا مخلتنا نثبت في هذا البلد وهذا المكان لأنه هي كانت هاي الأساس. ما دام أنت في عندك أمن وأمان وقانون ونظام أنت بتمشي. كان عكس هيك صعب أنك تنطلق أو تتحرك. فيعني إلنا أي يعني ما كان في مجال لأي حد أنه مثلا
يفكر انه ياكل عليك شي مبلغ او انه يلعب عليك او 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 ليش؟ لانه في نظام وفي قانون تقدر ترجع له. هون ما في يعني انك تروح واحد انت اذا انا الي عندك مبلغ معين او فلوس خلصت لك شغل انا ما اجي اتضرب معك. في قانون وفي دوله وفي عداله وفي حكم، والحال الحمد لله هون القانون ماشي على الصغير وعلى الكبير، ما فيش يعني كله سواسية الحمد لله. الشكر اكيد هذا هم الاولويه، يعني شيوخنا وقادتنا هون وحكامنا يعني بمواضيع حتى بمواضيع البزنس يعني كثير مهتمين، خصوصا يعني على راسنا على الشيخ سلطان طول الله عمره ان شاء الله وحفظه رب العالمين، الله يطول عمره، عم يقدموا الحمد لله التسهيلات والاولويات للشركات قدر الامكان، يعني عم يفتحوا المجال يعني بشكل جيد الحمد لله، ما عم يعني ما عم يقدموا الصعوبات اللي اي حد فكرها. كانت الحمد لله الامور سهله، يعني اي حد بده يفكر ياسس او يفتح شركه ما فيش اسهل منها، خلال يوم يومين بتكون امنت الرخصه اخذت المحل ايام معدوده بتنطلق، يعني ما في هذيك الصعوبات، العكس يعني عم ميسر الامور مش صعبه. يعني أنا مهندسة التصميم بالمكتب، الخدمات بتبدأ من وصول العميل اللي عندنا، ابتداء أول شيء باخد الأفكار، بيكون في مقابلة الأولى، هذه أهم مقابلة بتكون مع العميل لأني باخد منه الأفكار، أقل الأفكار حتى لو قليلة، يعني أي حد عايز يصمم لازم بيكون حاطي مثلا بحلم بشي مثلا ببيت وإنه كيف يكون كيف يتصمم، فبكون عنده شوية أفكار، شوية الأفكار بحاول إنه أخذها منه عشان هذه حتكون القاعدة اللي أنا حبني عليها التصميم. بنبدأ عملية التصميم بعد أخذ الأفكار من العميل، بنطور الأفكار، وبعد كده بتبدأ عملية التصميم قبل الفينش نهائي، بيجي العميل تاني بيشوف التصميم كبداية، إذا حاب إنه يغير شيء بنغير معاه شيء، إذا في شيء ما عجبه بنحاول نغير قبل ما نخلص نهائي، وأخيرا بيتم تسليم التصميم كامل، بنبدأ في عملية التنفيذ، بيتسلم العميل الملف كامل فيه 3D فيه كل بيانات المقاسات للديكور الألوان الإضاءة كل شيء بيكون موجود. أقدم بالشكر الجزيل مني أنا المهندسة رؤى ومن شركة مزايا الشام ككل للإمارات حكاما وشعبا، وعلى كل التعامل الجميل والراقي اللي إحنا بنلاقيه صراحة من الشعب ومن الحكومة، وربنا يحفظ الحكام. المكتب الرئيسي عندنا فرعين، المكتب الرئيسي بالشارع العام شارع الحلو الوحدة كلباء مقابل مركز الخارج للتسوق، المركز الثاني عندنا مكتب التصميم والتصنيع والتنفيذ بالصناعية كلباء، وهذا هناك في مقر المصنع، يعني هنا بكون في التصميم الهندسي، والمصنع إذا في أي حد بده يشوف المصنع عنده تصميم معين لشي جبس معين أو شكل معين موجود بالمصنع.
بلد شعبها هو سرها واجمل تلاحم بحرها مع برها وشيوخها اللي للسحاب تجرها في حبها من حقها نرزف نرزف لها ربها أجمل مثل ونفلها الله يحفظها ونبقى نظلها نوقف لها كلنا لها نرزف لها نرزف لها نرزف من حبها نرزف نرزف لها نرزف في عيدها نرزف نفرح بها نفرح نرزف لها نرزف لها نرزف من حبها نرزف نرزف لها نرزف في عيدها نرزف